أسئلة سريعة كما تحبها. شعر علاء نعيم الغول. هل مرة جربت أن تبقى محبا ساعتين بلا حراك تحت ظل واسع، وتنام يوما كاملا من غير أحلام تعيدك للحياة، وأن ترتب أغنياتك حسب ما تقضي المساحة في شفاهك للغناء؟ وهل ترى عينيك واسعتين حين يفيض ضوء الشمس من شباك بيتك؟ ما الذي ستقوله لو مرة حاولت تقبيل الحبيبة وهي نائمة أمامك في فراش هادئ؟ من ذاك يعرف عنك أسرارا حفظت بها كثيرا من معارفك القدامى، والذين تركتهم يتعثرون بذكرياتك في منامهم الوحيد؟ وهل لديك الآن أسئلة لتعرف ما الذي يجري وراء رموشها في نومها؟ كم مرة حاولت شق البحر أنصافا لتأخذ حصة من لونه، وركبت أحلاما تطير بلا حدود في سماء لا تحد، وأنت وحدك لا يراك الآخرون كما تراهم بائسين وعاجزين؟ كم افتقدت السير في ليل محاط بالهواء، وفي النجوم تلاصقت كل الفراغات التي تحمي السماء من التلصص؟ هل ترى ما لا تراه الآن، أم عيناك قاسيتان مثل الضوء في غرف من الإسمنت تحت قنان بالأرق المدبر فجأة، وتنام بعض دقائق وتفيق أكثر عرضة للموت من ضيق بصدرك كنت تكتمه مساء؟ هل ترى من قطعة نقدية مخبوءة في غرفة الصالون فلا تفتش مرتين؟ أنا سأفشي السر حالا، فانتظر.